إذا نستمر في الأخبار، ولكن ربما الأخبار تتحسن قليلا بعد وفاة نيكولا كيرن. نذهب إلى عروض ومقابلات في أسبوع الفن الفلسطيني في الولايات المتحدة. سليم. نعم سعد، أسبوع بدأ في 15 من هذا الشهر ليستمر حتى 21 منها. يحتفي المتحف الفلسطيني في الولايات المتحدة من خلال أسبوع الفن الفلسطيني بالفنون التي عبر من خلالها هذا الشعب عن هويته، وذلك يشمل الفنون البصرية والسينما والتطريز والأدب والموسيقى والمسرح والعمارة والطبخ، وبعروض ومقابلات تزيد عن 30 حدث عبر الإنترنت، من بينها مقابلات مع الفنانين سامي الحلبي ونبيل عناني وسليمان منصور. أسبوع الفن الفلسطيني يصادف إحياء الذكرى 73 للنكبة والاحتفال بالذكرى 3 لإنشاء متحف فلسطين أمريكا، أول متحف فلسطيني في النصف الغربي من الكرة الأرضية. يتضمن برنامج الأسبوع عرض 7 أفلام وثائقية ومقابلات مع أعلام الفن الفلسطيني سامية حلبي، نبيل عناني وسليمان منصور. من أهداف برنامج أسبوع فلسطين الفني توعية الجمهور الأمريكي خاصة والعالم الغربي بصورة عامة حول التاريخ الفلسطيني منذ أواخر القرن 19 إلى النكبة وحتى الوقت الحاضر. الاحتفال بالإبداع الفلسطيني عبر العديد من المجالات الفنية والتي تتضمن الفنون البصرية، التصوير والتطريز، الأفلام السينمائية، الأدب، الموسيقى، العمارة، المسرح، الرقص والطبخ. هدف المتحف هو سرد القصة الفلسطينية للعالم من خلال الفن، لأن الفن الطريقة الأكثر فاعلية لرواية قصتنا. الفن هو سلاحنا لتوثيق تاريخنا العريق وحقوقنا للأرض والعودة والمحافظة على هويتنا الفلسطينية في وجه محاولات طمس ومحو ثقافتنا وتراثنا. مؤسس متحف فلسطين في الولايات المتحدة فيصل صالح.